ما حصلش تقارب بسرعه هيبقى فيه عقوبه اكيد برضو على الجانب المصري فيما يخص حادثه الاتوبيس. عقوبه على الجانب المصري اكيد. يمكن لو تحدثنا عام في عضويه الاتحاد الدولي، تقييمك لهذا العام في حياه كابتن المهندس هاني بوريل؟ شوف حضرتك انا ما اقدرش اقول قوي يعني، لان انا طبعا لسه ما يعني ما لا، هل انت راضي يعني عن 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 مسيرتك في اتحاد دولي؟ لا لسه طبعا ما اقدرش اقول ان لسه في المسيره بدات بالنسبه لي، لسه لم امارس الدور المفروض يعني او اللي انا متخيله اقدر اعمله. ما حضرش يمكن الاجتماع واحد لان دوري بيبدا من شهر 6، انا انتخبت في يناير فبراير اللي فات. اول اجتماع ليا كان في شهر 6، ثاني اجتماع في شهر 12 اللي حصل فيه اللجان. اعتقد ان المرحله الجايه ان شاء الله هيبقى ليا دور واقدر اقول يعني بدايه المسيره في الاتحاد الدولي. يمكن لو قلنا كلمه لاشخاص ليهم دور في حياتك وتعاملات في حياه المهندس هاني بوريدا، جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. طبعا انا يعني اعرفه سكرتير عام مده طويله، وتعاوننا مع مستر بلاتر ايام كاس العالم للناشئين في مصر 97، الفتره دي كان فيها تقارب كثير جدا. ثم كاس العالم اللي فات، ثم عضويتي في الاتحاد الدولي. الحقيقه هو الراجل طبعا فوجئ بالارقام بتاعه الانتخابات، وكان محل تساؤل يعني الموضوع. ما اقدرش اقول ان بقى ابقى قريب، لان انا حضرت اول اجتماعين. في ناس تقال جوه المكتب التنفيذي جدا جدا، ولهم يعني قوه في الاتحاد الدولي. طبعا لسه انا قاعد في اخر الصف، لسه بشاهد وبشوف. وعاده لما الواحد يدخل جديد لازم ما يتكلمش بسرعه، لازم يسمع وبيشوف الاتجاهات وبيشوف الناس بتفكر ازاي، خاصه ان زي ما قلنا دول 24 واحد من كل احناء العالم. العمليه طبعا اداره الاتحاد الدولي العمليه مش سهله. السيد عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي. عايز طبعا بعتبره اخ وصديق عزيز جدا جدا على قلبه، وتعلمت منه كتير جدا جدا، لان قعدت معاه 5 سنوات اللي فاتوا، كنت لصيق جدا بيه. الحقيقه هو كمان منحني ثقه كبيره جدا، وعندنا لجنه استراتيجيه في الاتحاد الافريقي هو بيرقصها، وما انا موجود معاه، والمسؤول عن الناحيه الماليه زميل برضه وسكرتير عام. فاعتقد انه منحني ثقه كبيره جدا اكون داخل منظومه العمل الاتحاد الافريقي، وفي ثقه كبيره جدا منه ليا، فانا بشكره وبتمنى له الصحه. السيد محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي، وكان ليك دور في المنافسه ما بينه وبين الشيخ سلمان. لا والله مش قوي، لا يعني طبعا دي قرار. البعض قال يعني ان كان شوف هقول لك، مهندس هاني بوريدا ليه دور في محمد بن همام. سوري من غير القاب يعني. انت وصفته بكاريزما يعني، انا في حديث ليك قريته كاريزما، وصفته بالكاريزما والبال الطويل، وحاجه يعني انا ما اقدرش اعمل اللي هو بيعمله الحقيقه. يعني كل واحد ليه قدرات. محمد بن همام من الناس اللي وقفت معايا تماما، بيدعمني واقف في ظهري على طول، وهو يمكن من مده طويله هو من رئيس اتحاد من 94 في قطر، ثم تعاملت معاه فترات طويله، وزي ما بتقول احنا محسوبين على بعض دلوقتي يعني هم بيشوفونا دايما احنا مع بعض، وانا الحقيقه اتعلمت منه كتير. وعايز اقول لمحمد بن همام انه لما راح رئيس اتحاد اسيا، الحقيقه انا رحت زرته يمكن مرتين ثلاثه هناك، عمل انجازات كبيره جدا 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 في الاتحاد الاسيوي، تطوير حصل بسرعه شديده. انا ما شفتش رئيس اتحاد قاعد مقيم، فاعتقد انه محمد بن همام شخصيه رياضيه يجب ان نفتخر بها كل العرب. بالفعل هو مثال رائع الحقيقه لكل الشخصيات العربيه الحقيقه، وان شاء الله يكون في مزيد من الشخصيات المتالقه على المحافل الدوليه. يمكن الحديث برضو حول في علاقه خاصه بينك وبين كابتن سمير زاهر، وعلاقه مستمره، احنا يعني عايزين نوجزها، يعني هي تحتاج الى وقت يعني اطول. يعني عشره العمر يعني انا وسمير واللي هو حرب الدهشوري من جزء كبير وقت، برضو كان عصام عبد المنعم، الدكتور عبد المنعم عماره، احنا مجموعه واحده. يعني الدكتور عماره جه استلم كوزير 91، كلنا كنا موجودين، احمد شاكر، رأفت عبد العظيم، مجموعه. فخلاص يعني بالوقت تقول بايه بنفهم بعض بالنظره. فقول لي سمير عشره العمر. كابتن يمكن الطموح للمهندس هاني بوريدا طموح كبير، لكن سقف الطموح، سقف طموحاتك
شوف انا قلت برضو حضرتك في وسط الكلام، انا يعني باخد حاجه خطوه خطوه، ما بسبقش وما بجريش، خطواتي محسوبه وما احط رجلي وانا في مكان ثابت، وسقف الطموح ان الواحد بس ربنا يديله الصح، وطول ما هو بيتمتع بالعمل انا موجود. طبعا طموح بالنسبه للاتحاد المصري طموح رئاسه، اعتقد انه طموح شرعي. والاتحاد الافريقي؟ لا لسه بدري. الاتحاد الدولي؟ لسه بدري قوي. نشكر المهندس هاني بوريدة الحقيقه صاحب البصمه الكبيره سواء على المستوى المحلي في مصر، في طبعا افريقيا، في الاتحاد الدولي. مهندس هاني بوريدة سعدنا بيك في هذا اللقاء، سعدنا ايضا بتمثيلك لينا في مختلف المحافل الدوليه. مزيد من العطاءات، مزيد من الطموح، مزيد ان شاء الله من النجاحات. اشكرك، توجه كلمه للجماهير ومشاهدي قناه الجزيره الرياضيه. أنا اللي بشكركم طبعا، وبشكركم على الخدمة المتميزة اللي بتتقدم من قناة الجزيرة لمحبي وعشاق الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى لكل شبابنا بقى بالذات المصريين اللي في قناة الجزيرة مزيد من التقدم. شكرا للشخصية الثرية صاحب القامة وصاحب الأداء الرفيع جدا اللي بيشرفنا الحقيقة في مختلف المناصب والمحافل الدولية. نشكر المهندس هاني بوريدة مرة أخرى، نشكر حضراتكم مع وعد بلقاءات قادمة إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج VIP. إلى اللقاء.